اليوم المحاضرة الثانية من دورة الإسعافات الأولية. الدكتور حاليا اليوم حيتكلم عن الصيام مع الأمراض المزمنة. أنا شير اللايف. احنا في محيط اعتصام القيادة العامة، مسرح ومنبر مبادرة الباحثين السودانيين. سقطت ما سقطت صابينا. اليوم دي المحاضرة الثالثة بتاعتنا. المحاضرة الأولى كانت بعنوان نموذج الوساطة المتعددة وتكامل المعرفة لتحسين مهام استجابة الطوارئ الفيضانات في السودان. قدمتها دكتور نجلاء عبد اللطيف. بعد استضيفنا بروفيسور سيف الدين النقرابي، تكلم عن مستقبل التعليم والبحث العلمي. حاليا احنا في المنشط الثالث بتاعنا، دورة الإسعافات الأولية، يقدموها الأطباء من العيادة الميدانية. بعدها لو توفر وقت حنعمل الدورة الثالثة اللي هي بتاعت الببليك سبيكينج، خطابة جماهيرية مع دكتور نور طبع الله. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورمضان كريم لكم تاني بحلول رمضان الشهر المعظم والمبارك. أول حاجة داير أفيد فكرة عن الصيام وتعريف الصيام. الصيام لغة هو الكف عن الشيء، والصيام اصطلاحا هو المنع أو الكف عن الأكل والشراب من بزوغ الفجر إلى مطلع إلى غروب الشمس. فيا أخواننا، أول حاجة الصيام ده أقرب حاجة يعني بتبرز لنا الطاعات الإنسانية لله سبحانه وتعالى. فحاجة دار أذكر عليها الناس وتركز عليها، الصيام ربنا حتى ذاته جعل له تصنيفات. في ناس مفروض عليهم الصيام إنه عشان يكون مقبول منك تماما لازم تكون شخص سليم معافى تماما 100%، ودى رخصه لناس منه اللي هم أصحاب الأمراض. وحسب التصنيفات للجمعية الوطنية الطبية اللي فيها خيرة من الاستشاريين والجراحين بانضمام مجموعة من الشيوخ الإسلاميين، مرقوا لنا بالفئات دي المفروض متصوم تماما، المفروض متصوم لنا تماما. الفئة الأولى ناس السكر. السكر ذاته فيه ثلاثة فئات. السكر الفئة الأولى المعتمدين على البنسلين تماما. المعتمدين على البنسلين تماما ديل ما مفروض علينا الصيام نهائي. الناس دائما تخط الحاجة دي في عقولها، إنه الصيام ربنا جعله هو تقرب العبد له، لكن ما معناته إنك تضيع صحتك بالصيام لربنا الله تعالى. ما ممكن أنا أصوم وأضر نفسي في النهاية إن أنا أصل لإسم شنو لكومات بتاعت سكر أو حاجات زي دي، في النهاية ضربة صحتي ربنا ذاته يوم القيامة بيسألني منها. الفئة الأولى دي زي ما هي المعتمدين على البنسلين تماما، ده المستحيل يصوموا، وبننصحهم بعدم الصيام تماما. وحتى لو صاموا هيخشوا في كومات كثيرة وفي أمراض كثيرة. والناس الفئة الأولى دي ذاتها في ناس ضمنهم معتمدين، ضمنهم أمراض معاهم ناس الضغط، ناس الضغط، أي مرض مزمن معه تاني برضو ديل ضمن الفئة الأولى بنعتبرهم. الفئة الثانية اللي بيعتمدوا على البنسلين والحبوب، على البنسلين والحبوب ديل يصوموا لكن بصورة جزئية ما بصورة كاملة. الصيام بصورة جزئية كيف؟ حتى الصيام بالنسبة لنا حيكون متعب كثير، لأنه نحن بنطلب منهم دائما امشوا أثناء هم صايمين يراجعوا الكمية بتاعت السكر في جسمهم، يعني فحص مسائي ولا فحص صباحي، فحص دورينج داي في نص اليوم، وفحص قبل آخر اليوم اللي هو قبل الإفطار بالضبط. برضو ديل بنتضمنهم ضمن الفئة الأولى المفروض ما يصوم. الفئتين اللوائل ديل ما مفروض عليهم صيام تماما. الفئة الأخيرة دي اللي هم اللي بيستعملوا المنظمات بتاعت السكر، ديل ممكن يصوموا لكن في حالة إنه شعروا بأي تعب أثناء الصيام طوال يفطر تماما. دي حاجة ما فيها اثنين ثلاثة. نجي للجزء بتاع الكلى.
حتى الكلى فيها أصحاب الفشل الكلوي. أصحاب الفشل الكلوي ديل هم منو؟ أصحاب الفشل الكلوي هم الكليتين بتاعينهم اتعطلوا تماما. بيعملوهم حتى الدم بتاعهم مهمة الكلى في الأول إن هي تلغية الدم. الجسم في اليوم بيضخ 180 لتر للكلى. بتتنظف منها حوالي 70 لتر. منها 2 لتر بتمرق في البول اللي هي من كمية السموم. دي مهمة الكلى. الفشل الكلوي هم الناس الكليتين بتاعينهم واقفة تماما ما شغالين، بيعتمدوا على الأجهزة الخارجية الأجهزة الطبية المصممة إنه للغسيل الكلوي ده. ديل مستحيل يقربوا للصيام، المفروض ما يقربوا منه تماما، صعب عليهم شديد. الجزء الثاني أصحاب الكلية الوحدي. أصحاب الكلية الوحدي، الكلية الوحدي هي بتقوم بدور الكليتين ذاته، لكن حتى أصحاب الكلية الوحدي فيهم تصنيفات داخلية. في منهم السبب الخلاو يزيلوا الكلية الأولى اللي هي عن طريق الحصاوي أو عن طريق التليف الكلوي أو الحاجات زي دي، ديل برضو ما مفروض عليهم الصيام، ديل طوال يفطروا. أما إذا كان لأسباب غير السببين ديل ممكن يصوموا، لكن مجرده ما حسوا بيتعب يفطروا طوال. دي حاجة ما فيها أي اثنين ثلاثة. نمرة ثلاثة أصحاب الكلية الجزئية اللي هم عايشين بكلية واحدة وما كلية واحدة كاملة. الكلية الجزئية هي كلية يعني نص كلية أو ربع كلية بالدارجة كده. ديل برضو ما مفروض عليهم الصيام تماما، لأنه هم حتى الكلية الواحدة بتاعتهم دي ما قايمة بدور الأكمل. الربع الكلية ده بيقوم بدور جزئي ما بدور كامل. ديل مجرد جربوا اليوم الأول اليوم الثاني ما قدروا، وهم غالبا ما حيقدروا يكملوا. ديل برضو برا من الصيام. دي أهم حاجة يا أخواننا، ديل الحاجات دي نركز عليها شديد. الصيام يا أخواننا هي عبادة لوجه الله سبحانه وتعالى. الناس ما تضغط نفسها، لأنه في النهاية ذات ربنا سائلنا من الحاجة دي. والدين بتاعنا دين يسر وليس عسر. الدين بتاعنا ما فيه مشقة، وربنا ما جعل لنا مشقة حتى في الصلاة. لمن ربنا فرض الصلوات الأولى فرض 50، لمن الرسول عليه الصلاة والسلام يتخاطب معه ويتحاور معه عمل لنا 5 صلوات، معناته ربنا ذاته رؤوف بينا في الأول وفي الآخر. ربنا ما داير لنا المشقة وما داير لنا التعب، فنحن ما ندعب نفسنا ما نكابر، لأنه نحن يا أخوان المجتمع السوداني الزول مجرد ما يفطر بيشوف إن الموضوع ده بالنسبة له صعب شديد. لا، أنت بتفطر عشان صحتك عشان استمراريتك في الحياة، ما شرط عبادة الصيام. ربنا ذاته جعل لها رخص ذاته، وربنا أكيد يعني المرضى ربنا عازرهم، وربنا المسافرين في الطريق ربنا عازرهم، فما بالك المرضى. فنجي لأصحاب القلب. الجلطات القلبية أو الدماغية، ديل المروا في جلطات قلبية أو دماغية في آخر 3 شهور قبل رمضان، ديل ما يصوموا تماما، لأنه أثار الجلطات القلبية والدماغية أسارة ما بتنتهي إلا بعد 4 شهور. فيعني زول جاته جلطة قبل 3 شهور أو 4 شهور برضو ما يقرب للصيام ده تماما، يكون بعيد منه، فحفاظا على صحته. الأخير أمراض القولون، أو هو المصران بالسودان عندنا، المصران العصبي والمصران التغرحي. هما في نوعين، المصران العصبي أو التغرحي دل دائما آلامه بتجي في آلام الجنبات، والناس كثيرين هنا السودانيين بيقول لك دي أعراض الكلى. لا، هي دي ما أعراض كلى، هي دي أعراض بتاعة المصران العصبي، لأن الكلى هي أصلا تحت الاسم شنو الهيكل العظمي الجزء الضلوع، والكدني هنا في الجزء الخلفي لها بالضبط، يعني ما تحت. الناس كثيرين بتفتكر إنه الكلى في الجنبات دي، دائما آلام الجنبات دي هي في أمراض الكولون، أمراض القولون أو أمراض المصران العصبي أو التغرحي. أمراض القولون العصبي أو التغرحي دل برضو ما يصوم، لأنه غالبا لو صام اليوم الأول ميبي لحد فترة أسبوع ما حيقدر يواصل، لأنه حيكون في جهد عليه شديد. وهو الصيام في حد ذاته بالنسبة للشخص السليم فيه جهد وفيه مشقة، فدي أنصحهم تماما إنه يحاولوا يصوموا، ما بنقول لهم ما صوموا، لكن صوموا على حسب الدرجة بتاعة المصران ذاته عندهم كيف. فأسلم حاجة لهم إنهم يصوموا.
فنجي للجزء بتاع الكانسر أو السرطان. السرطان في المراحل الأولية، في المراحل المتوسطة، في اللاست ستيج المراحل الأخيرة. المراحل الأولية هي البدعاء بياخدوا جرعة كيماوي بفترات متزامنة. إذا أنت شخصت بمراحل الكانسر في المراحل الأولية وجرعاتك قريبة في مدة 8 أو 9 شهور، دي ما تحاول تقرب للصيام، لأنه المفعول بتاعها وجرعاتك ممكن تقع برضو في أيام رمضان، فدي برضو تبعد تماما عن الصيام. المراحل المتوسطة وهي الأعراض بتاعتها شبيهة بالمراحل الأخيرة للكانسر، دي برضو بنبعدهم عن الصيام، مفروض ما يقربوا للصيام. المرحلة الأخيرة ديل تماما ما يصوموا نهائي، لأنه جرعاتهم بتكون متقاربة شديد، ولأنه حتى الخلايا والأورجانيزم بتاعتهم أو الأعضاء الداخلية بتاعتهم بيكون فيها أتاك شديد من مرض السرطان. اللاست ستيج من السرطان ده ما ينفع إنه معاه نصوم نهائي، فدي حاجة مهمة شديد. نجي هنا لأمراض فيروس سي وفيروس بي. فيروس سي ده برضو فيه التقسيمات برضو قريبة لمراحل السرطان، لكن بتختلف تقسيماته لأربع مراحل. ديل برضو المراحل الأولية لفيروس سي أصلا ما بتكون معروفة، ما ظهر فيروس سي وفيروس بي، ديل الأعراض بتاعتهم ما معروفة. لكن بننصح إنه أي زول سليم يعمل التشيك للفيروسين ديل. هو في السودان الحمد لله ما كتير، لكن برضو في عن دخول المصريين لينا هنا وعن دخول السوريين بقى المرض دمشع هنا في السودان، اختلاطهم معانا. فديل برضو مجرد ما زول يتشخص بفيروس سي أو فيروس بي ما يقرب للصيام تماما بكل مراحل، لأنه واخترى فيروس بي لأنه ده بهاجم الكبد، ودي مهمته تنقية الدم تماما قبل الكلى. فده فيروس بي أخطر من فيروس سي، بيبعد تماما عن الصيام بكل المراحل بتاعته. بنجي هنا لآخر فيروس وهو نقص المناعة المكتسب، الـ HIV. الـ HIV هو أصلا في الأصل مدة حضانته لمدة بتتراوح من 5 سنين لعشر سنين، ما بكون ظاهر للإنسان. ده غالبا في السودان إنه اكتشفوا إنه الفيروس HIV ديل اللي تشخصوا دائما بيكون في المراحل الأخيرة، لكن أي زول مشى وعمل فحص لفيروس HIV هي بمرور الزمن أتاق على المناعة بتاعته. في الصيام دائما المناعة بتاعت الإنسان العادي بتقل لدرجة 60% من الباور بتاعته كملة، من القوة بتاعته الكلية. ففيروس نقص المناعة المكتسبة ده برضو بنستبعده تماما من الصيام، وما يقرب ليها ما يقرب ليه. وحيتكلم هسه حاليا برضو عن عادات سالبة في رمضان. ان احنا السودانيين عامة المائدة بتاعت رمضان في الفترات بعد الفطور بنكتر على الاكل طوالي، ودي طبعا عادة سيئة شديد. الجسم ماري الطاقة بتاعته بتكون اقل ب 40%، يعني اكيد من جزء منا الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي 40% يعني من القابلية بتاعته للهضم بتكون مفقودة. فالناس بعد الفطور طوالي من اللسان بتكتر في شراب الموية وبتكتر في الأكل، فطبيعي بيحصل لين انتفاخ، بيحصل لين عسر هضم. فالحاجة دي الناس ما تكتر بعد الفطور طوالي، ما تأكل كتير ولا تشرب كتير. الأكل بفضل إنه في رمضان يكون على 3 وجبات، اللي هي وجبة الإفطار، اللي هي الوجبة في منتصف الليل، اللي هي بعد الساعة 11 أو 12، ووجبة السحور. وجبة السحور بتتفضل إنها تكون من الحاجات الخفيفة، ما تكون من البروتينات، والبروتينات لأنها ما بتتهضم لنا، وتاني يوم برضو بتضعف في الصيام لأن هي بتتحول لنا في النهاية تاني يوم بيكون في عطش. والناس في السودان بيكتروا السكر في العصائر، ودي حاجة خاطئة 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 شديد، بتخلي أي إنسان عرضة لمرض السكر. لازم يا أخواننا في عصر رمضان السكر يكون درجته معتدلة، وفضل إنه يكون عصائر فواكه بدون إضافة السكر الأبيض. السكر الأبيض ده أخواننا خطر شديد، والملح الزايد نبعد عنه في رمضان. وفضل إنه الإكسرسايز اللي هي التمارين الرياضية دي تكون موجودة في رمضان، لأنه أصلا الإنسان في رمضان بينقص بمعدل 2 ل 3 كيلو،
مع الاكسرسايز مع التمارين الرياضيه دي بيخسر لهم زي من اباوت 5 كيلو ل 7 كيلو. فدي حاجه برضو مهمه شديد، لانه يا اخواننا فتره رمضان دي الانسان دي الفتره الوحيده اللي بيرتاح فيها جسم الانسان، وهي المرحله بتاع تصفيه كل السموم والامراض من الجسم. فاخوان الناس تهتم برمضان اهتمام بالعادات الصحيه السليمه، ما بالعادات الصحيه الخاطئه. ان احنا لما نكتر العصير السكر في العصير كده دي من العادات الصحيه الخاطئه، كده معناه رمضان ما عنده اي فائده. لما ناكل بروتينات كثيره في رمضان اللي بتتمثل في اللحوم وفي البقوليات وغيره، كده برضه فائده صيامنا ما له اي فائده. لازم يكون الوجبات بتاعتنا تتشكل 60% من النشويات، 20% بروتينات، 20% فيتامينات. فالناس تكتر في الخضارات الخضراء. الخضارات الخضراء دي عشان تستفيد من رمضان وعشان تستفيد من الصحة تماما تكتر في الحاجات دي، تبعد من العادات الصحية الخاطئة. لأنه نحن في رمضان الأكل اللي بناكله في رمضان ما بناكله في الأيام العادية، بنركز على رمضان، وده العكس صحيح. يعني نحن مفروض الأكل اللي بناكله رمضان ناكله غير رمضان، لأنه أصلا البور بتاعتنا بتكون أقل شديد. والفترة الوحيدة اللي بترتاح فيها المعدة بتاعت الإنسان هي فترة رمضان، لأنه ربنا خلق الجزء أو العضو الوحيد في الإنسان الممنوم المعدة. كل الأعضاء بتنوم، المعدة زائد المخ، ديل ما في لا ريست. مين يخلقوا الإنسان؟ لا من خش الغبور، ديل ما بيرتاحوا تماما، بيكون ويكب طوال على طول. لكن في فترة رمضان المعدة بتاخد ريست، هي ما بتنوم، لكن بيكون ما في لا أداء فعال. فالناس تركز على الحاجات دي يا أخواننا. رمضان ممكن يكون لنا للسنة كاملة لقدام ما نحتاج نمشي لطبيب، ما نحتاج نمشي بنشتكي بصداع، لو اتجهنا حول العادات الصحية السليمة. ده أهم حاجة بالنسبة لنا يا أخواننا. بنركز الرياضة، الرياضة دي أهم حاجة إن شاء الله. الرياضة ما شرط إنك تمشي للجيم، الرياضة دي ممكن أنت ماشي من القيادة لحد بيتكم تكون ظابطة، من القيادة هنا من جوا السنتر لحد الطرف بتاع الآخر دي رياضة. لكن الرياضة هي ذات المشي، ما المشي البطيء، المشي بتاعنا العادي ده، المشي بهرولة، نزيد السرعة بس بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع كفينا إنه سنة لقدام ما نمشي لطبيب تماما، ما حنكون محتاجين للحاجة دي. فيا أخواننا ركزوا على رمضان، وفرصة رمضان دي فرصة ما بتتعوض، وربنا يتقبل منا. وما أقدر أطول عليكم أكثر من كده، ودي الحاجات الأساسية اللي قلنا نعكسها لكم. ويا أخواننا أي زول بيشتكي من المرض ده أو بيعرف له أي زول بيشتكي من الأمراض دي، انصحوا بعدم الصيام. والتقارير دي ما مرقناها نحن، مرقوها كبار الاستشاريين في الوطن العربي وفي السودان، اللي هو مسؤولة منه جمعية دار الطبية اللي هي موقعها في شهر 15 هناك، إضافة معهم شيوخ علماء الدين. يعني الحاجات دي لما وصلوا للكلاسيفيكيشن بتاعت الحاجات دي ما مرقت ساعة. فيا اخواننا بليز ارجوكم، اي زول بيشتكي من الحاجه دي او اي بيعرف اي زول، ما يخلي زول كادر. الصيام يا اخواننا ما معناته انت ما صمت معناته انت ما طايع لربك، لا، ربنا ادي الرخص ديل للناس ديل اللي هم عن طريق العلم يصنفوا انه يفطروا يا اخواننا، ما يتعبوا. وما طول عليكم اكثر من كده اخواننا، وشكرا لكم كثير. يعني شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا، نشكر جزيلا، نشكر الدكتور، شكرا جزيلا. اخواننا لو في زول عنده سؤال ولا حاجه دكتور قبل ما يمشي بخصوص رمضان، ما صفقتوا اليوم لكم الدكتور يا حلوين؟ واسي كده قال له ما في جمهور لو ما صفقتوا. هاي شكرا لك يا دكتور، يديك العافيه.